ميديا والسرور السوشيال ميديا لخبر جميل جدا ومميز، وإن شاء الله نشوفه في كل مكان حوالينا في مصر وفي دول كتير. أصحاب الخبر ده هيفرح أصحاب متلازمة داون. هو صحيح حصل في الأردن، حدث بالفعل، لكن نتمنى إن احنا نلاقيه هنا كمان. والدة شاب جميل كتبت إنها أخيرا ابنها تم تعيينه في كفيف في الأردن. هي قعدت 10 شهور بتحاول تلاقي له الشغل، وعشر شهور قعدت توعده إنها هتلاقي له شغل. أنا شفت البوست للأم الجميلة دي، وأنا يمكن حسيت من البوست أنا عارفة هي عايزة إيه. هي عايزة تقول أنا ابني محتاج فرصة في الحياة. مش معنى إن ربنا خلقه بمتلازمة داون إن ده معناه إن هو يفضل قاعد ما بيعملش حاجة. شايفين الولد شكله زي القمر، فلة. فكرة إن هو أخيرا أخذ شغلانة في إحدى الكافيهات في الأردن فتحت باب وطاقة أمل للشباب اللي زي الفل ده. الشباب ده أنا أعترف إنه مش كلهم هينفعوا إن هم يشتغلوا، لكن لمن يستطيع منهم إن هو يشتغل إحنا محتاجين نديهم فرصة، إحنا محتاجين نديهم أمل. في عندنا، أنتوا بتقولوا إن في مصر لا مش موجود، إحنا عندنا ناس شغالين في التلفزيون في دي إم سي، وعندنا مذيعين شغالين في برامج قوية، لكن إحنا محتاجين إن ممكن يقولوا دول دخلوا مش كل الناس هتقدر تشتغل في مجال الإعلامي، لكن احنا محتاجين فعلا زي ما الأردن عملت نخصص في الكافيهات مثلا التابعة لنوادي الضباط او نادي الشرطة او النوادي الحكومية. ممكن لو حطينا شخصيات جميلة زي كده وشباب زي الفل زي كده يبقى موجود بيشتغل ويبجيله المرتب الشهري، اعتقد ان احنا هنحط فكرة انهم موجودين ويخشوا يندمجوا في المجتمع. ولو الاصحاب الكافيهات اللي هو الخاصة ممكن يبقى عنده قلق، لو احنا وريناه ان هؤلاء الشباب يقدروا ان هم يأدوا المطلوب منهم من خلال ان احنا نحطهم في مطاعم وكافيهات خاصة بالنوادي اللي ليها علاقة بالدولة هيبقى حلو قوي، هيبقى حلو قوي. احنا يعني نعتقد وعندنا يقين انهم قادرون بامتياز، ونتمنى ان احنا نعمم التجربة والشباب والبنات اللي زي ايمن يلاقوا فرص حقيقية تناسبهم وسطنا، وهم يقدروا على حاجات كتيرة جدا. المهم نديهم الثقة والفرصة.